الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. أهلا بكم. وإحنا بنتكلم على ست عندها تأخر إنجاب في دور، أو زوجين يعني عندهم تأخر إنجاب في دور مهم جدا للراجل. الدور ده إنه يراعي الست بتاعته، إنه يقف جنبها لو هي السبب، ولو العكس لو هو السبب مراته لازم تقف جنبه. تقف جنبه بمعنى الكلمة، تقف جنبه دي كلمة يعني لا تفسر بجمل ولا بنصائح ولا ب يعني زي ما يقولوا إيه، جمل نريد بها أن نصل إلى ما يسمى بالترند، بالشهرة. أقول جملة كده وواحد من الأصدقاء ياخدها يحطها في برواز ويقول فلانة قالت كذا كذا كذا، عشان تبين إن زي الزوج يقف جنب مراته أو الزوجة تقف جنب جوزها. ما تصلح بيه أو تعمل إزاي بالتربية؟ أنا عايز أقول للناس اللي بتتعب نفسها وتقعد تقول بعض الجمل في صورة نصايح، النصيحة الأهم اللي بتظبط كل شيء، نربي الولد والبنت من هم صغيرين إنهم يكبروا عندهم حاجة اسمها الإحساس بالآخر. نربيهم إنه ما يكونش أناني ولا يكون متنمر. مش تنمر بس يا جماعة، نحطه تحت مظلة حتة عيب عليك لو انت مثلا بتعاني من حول، او بتلبس نظارة عاملة ازاي، او عندك عيوب في الشكل عاملة الشكل ازاي. مش ده بس التنمر، التنمر ابعد من كده واكبر من كده بكتير. التنمر لما راجل يبدأ يقول لمراته جمل اتهامية كأنه بيتهمها وهي عندها حالة مرضية رغم ان المرض عمره ما كان اتهام. التنمر وقلة التربية بتكون ان الست ما تحترمش او ما تتعاملش مع جوزها بمنتهى الرقة والحنان وعنده مشكلة طبية أو عنده مشكلة صحية، وإنها تبقى واخدة الموضوع ده كنوع من ضغط النفسي عليه بشكل أو بآخر. التربية في إنه الأم الزوجة وأم الزوج ما يتدخلوش فيما لا يعنيهم، ولما يتدخلوا يتدخلوا بالرحمة والشفقة والدعم المادي والمعنوي. دي التربية، هو ده الحل. مش أنا اللي هقول مش عايز، مش المفروض ولا المنطقي ولا المفيد ليا إن فلانة أو فلانة تطلع تقول نصايح مش هدفها النصح. محدش هيقول نصايح عبر السوشيال ميديا وهدفه النصح. ما هدفه إيه؟ يتشهر. يتشهر، عايز يتشهر، عايز الناس تتكلم عنه، عايز يطلع صورته كل يوم في أي حتة. واللي بيساعده في كده ناس ما لهمش علاقة بالمهنية خالص خالص، ولا درسين إعلام ولا عارفين حاجة على الإعلام، ودول بقوا كتير. سيبكم الكلام ده وخلينا نتكلم في العلم. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعة ميسينيا الإيطالية، دبلومة جراحات المناظير المتقدمة ودبلومة جراحات المناظير الدقيقة الفرنسية، وعضو الجمعية المصرية والأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب. أهلا بك يا دكتور حبيبي. هل أنت جيت في حتة خطيرة. ميكروفون معاك. أنت بتحس بالحتة دي أكتر مني، وانت عندك ميزه ان انت يعني ده مش مجامله بجد، انت ثقافيا ما شاء الله عالي جدا، وفي نفس الوقت كمان انسانيا بحس ان انت بتبقى انفولف بالمرضى. مش ما في نوعين مننا، في ناس بتبقى انفولف بالمرضى، في ناس علميين، والعلميين دول هم كده يعني طبيعتهم كده ما بتكلموش كتير اساسا. هو طبعا هو انت قلت هيك على نقطه مهمه اللي هو التربيه، طبعا هي دي الاساس خلاص. البيزكس لازم تحط في الاطفال وهم لسه في الحضانه على فكره. النقطه الثانيه كمان اللي هو الاحساس بالاخر، على فكره انت قلت كلمه كويسه جدا على فكره،
ودي لازم تكون موجوده. احنا عندنا كارثه في الاحساس بالاخر. طبعا يعني دايما عارف برضو اللي خلق عدم الاحساس بالاخر ايه؟ السوشيال ميديا. السوشيال ميديا طبعا. السوشيال ميديا خلت اي حد يكتب اي حاجه ولا يكتب اي حاجه ولا اي حاجه. النقطه الثانيه كمان هو انا دايما لما اجي اكلم مريض في حاجه مثلا انت اتاخرت عليا في العياده مثلا. اتاخرت ليه يا دكتور؟ هقول لهم بقول لهم كلمه واحده بس، هو لو مرات حضرتك في العمليات هينفع اسيبها عشان انزل اكشف على حضرتك؟ على حد تاني يقول لا. طب خلاص ما انا مش قاعد بتفسح. فهو دايما لو الشخص بيحس بالاخر هتلاقي دايما الدنيا ماشيه بيس على فكره. دايما بيحط نفسه مكان اللي قدامه. المكان اللي قدامه دي مهمه قوي. طبعا. عمرها النهارده كيسز وكيسز برضو منها حاجات مستقاه من صفحاتك مرسوله لصفحاتك او من دفتر احوال السوشيال او الفيسبوك عموما في الجاينة. عمرها 33 عام، لم ترزق اطفال، اخذت منشطات، لم يحدث حمل. هل ممكن تعمل حقن مجهري وتحديد جنس المولود في عمليه واحده؟ طبعا، بس هو طبعا الازهر مطلع الفتوى اللي هي تحديد نوع الجنين للي عندهم اطفال. اوكي. عنده بنات وعايز اولاد، او عنده اولاد وعايز بنات، لكن اول عمليه حقن مجهري عشان احدد نوع الجنين لا، دي ممنوعه طبعا. الا في اضيق الحدود لو في مرض وراثي خاص بنوع معين من الجنس، فده ممكن احدد له نوع المولود. فدي فتوى الازهر، اعمل عمليه الحقن المجهري وعندك اطفال وعايز تحديد نوع الجنين ماشي، غير كده ممنوع طبعا. بتعاني من ضعف في بطنه الرحم، راحت لدكاتره كتير قالوا لها ما في ليه الجاب. دي حته انا دي مهمه قوي، بس عايزين نقف قدام ضعف يعني ايه الكلمه دي برضو بيني وبينك انا ما اعرفهاش. ما هو في نقطه البطنه الرحم، عشان نقول بطنه الرحم دي جيده بيبقى فيه ثلاث حاجات، السمك واللون والشكل. طيب هل الضعف اللي موجود ده ضعف في السمك اللي هي بطنة الرحم لا تتعدى 7 ملي؟ هي طبعا بطنة الرحم الجيدة بتبقى من 7 ملي ل 14 ملي. لو أقل من 7 ملي دي مشكلة في الخلايا مش قادرة توصل للسمك اللي أنا عايزه. طيب علاجها إيه؟ علاجها حقن بلازما في جدار الرحم في الدورة الشهرية اللي أنا قبل ما أبدأ فيها حقن مجهري. ده مش عايز أقول لك اللي هو هيحسن لي سمك بطنة الرحم، ده هيحسن لي الشكل بطنة الرحم كمان. ودي حاجة كويسة جدا بنعملها بالمزار رحم. السيدة بتيجي الصبح بدري، بناخد منها الدم وبنجهزه بطريقة معينة عشان احنا بناخد البي ار بي اللي هي بليتليت ريتش بلازما، اللي هي البلازما الغنية بالصفائح، وبنحقنها في الخلايا المكونة لبطانة الرحم. الشهر اللي بعده مريضة تانية خالص ونشوفها كتير، وطبعا دي رسالة الماستر بتاعتي اصلا. هل التجميد يؤثر على جودة الأجنة؟ ده سؤال مهم قوي، وده سؤال انا بحترمه، يعني ما حد يكلمنا عن التجميد وعلاقته بجوده الاجنه انا بنظر للسؤال ده بتقدير. هو بيؤثر. يؤثر. بس هو هل يؤثر على الجنين كوظيفه؟ لا، هو ما بيؤثرش على الجنين كوظيفه. خلاص. هل يؤثر بنسبه 2%؟ لا، نسبه تاثيره بتبقى 3-4% من الحالات بس. يعني فرض مثلا انا مجمد مجموعه فيها 5 اجنه. خلاص، الخمسه ممكن كلهم يطلعوا كويسين، ممكن يطلع 3 كويسين واثنين ممكن مش كويسين، نادر قوي لما الاقي الخمسه مش كويسين. عشان كده احنا لما اجي مثلا سيده راحت تجمد اجنه وراحت تجمد جنين، بعرفها الجنين ده انا مجمده له ظروف خاصه. خلاص، بفضل اني اجمد 2 أو 3 أو 4. طيب هي السؤال بقى الاوقع، هل فتره التجميد تؤثر على جوده الاجنه ولا لا؟ ده السؤال الاوقع. لا، لا تؤثر. الفكره بتبقى فكره التجميد نفسه. انا لو عندي مجموعه فيها 5 اجنه خلاص وجمدتها النهارده وفكتها بكره لقيت 4 اجنه كويسين وجنين وحش. لو المجموعه دي اتفكت بعد 100 سنه الاربعه دول برضه هم كويسين والواحد هو الوحش. يعني فتره التجميد لا تؤثر تماما 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 على ايه؟ على جوده الاجنه. لكن هي الفكره في التجميد نفسه في حد ذاته ممكن يؤثر على الاجنه. السؤال اللي بيفرض نفسه بقى واشرح لنا السؤال ده اللي بيسموه السؤال اقول ايه منذ القدم بساله، الافضل الجنين نقل الجنين في اليوم الثالث من الفيرتلايزيشن ولا في اليوم الخامس؟ واشرح لهم ما معنى اليوم الثالث والخامس. يزعلوا مني. ليه يزعلوا ليه؟ ده سؤال بيسموه سؤال ايه منذ القدم. ده اهلي وزمالك. لا، وانا بساله من سنه 2015. من سنه 2005 اصلا. ما بنقلش لا يوم ثالث ولا يوم خامس، انا بقى يوم رابع. ماشي.
طيب هو ايه الفرق بين الجنين اليوم الثالث واليوم الخامس؟ اليوم الثالث هو انا بحقن الاجنه النهارده، ده دي زيرو. خلاص كده الاجنه بتبدا يحصل فيها انقسامات، بيبدا يتكون الجنين، بهتم بيه من اول يوم الثالث. يوم الثالث ده بيديني الدنيا اخبارها ايه. طيب الجنين ده شكله حلو بس ما دخلش في مرحله البروجريس، في مرحله تانية، مرحلتين تانيين ناقصني اللي هي الموريولا والبلاس سيست. بلاس سيست ده اللي احنا بنسميه راس الحربه بتاع الفريق، اللي هو الجنين ده كويس. خلاص طيب ايه الميزه بين اليوم الثالث واليوم الخامس؟ الميزه لو هنقل اجنه فريش، لو هنقل اجنه طازه مش هجمد. خلاص الميزه اللي عندي في طنط الرحم بتاعتي اللي انا هزرع فيها، في عندي حاجه اسمها اندومتريال ويندو، شباك بطنط الرحم، اللي هو لو قفل وزرعت عيل براس وايد ورجلين مش هيحصل حمل. تمام كده؟ فانا بحب بنقل اجنه بدري اللي هي اليوم الثالث. طب هل اجنه اليوم الثالث افضل اليوم الخامس؟ لا، اليوم الخامس قولا واحدا. اللي وصل اليوم الخامس ده جنين كويس وصفاته الجينيه ان شاء الله بتاعته كويسه. اليوم الثالث ميزته اللي انا هنقل يومين بدري على بطنه رحم قبل ما الشباك يقفل. لكن لو انا هنقل اجنه مجمده يبقى يفضل عندي اليوم الرابع او الخامس. خلاص استنى، كده كده مش هنقل، هستنى لحد ما اشوف الاجنه بتاعتي كويسه وابدا افحصها. تمام. بحب اليوم الرابع ليه؟ بحب اليوم الرابع اللي هو مسك العصايه من النص، هو كده كده داخل في المرحله اللي بعدها ومبين لي الدنيا قدامي كويسه، وفي نفس الوقت زرعت على بطنه رحم يوم بدري شويه فالدنيا بتبقى عندي كويسه. في التجميد برضو يوم رابع او يوم خامس مش هتفرق بالنسبه لي، لان معظم الاجنه اللي بتوصل يوم الرابع معظمها بتوصل يوم الخامس. السؤال الجاي بتسال على ما يسمى ب هقول ايه؟ الاكياس الفارغه او الامتي، بيسموها امتي فوليكل سيندروم. امتي فوليكل سيندروم، متلازمه فراغ الاكياس. طيب في الحالات اللي زي دي، لو الحاله عملت حقن مجاري وطلعت البويضات الاكياس فاضيه ما فيش ولا بويضه، دي بتبقى يا اما مشكله فيها هي خلاص، يا اما مشكله في التريجر اللي هو الحقنه اللي احنا بنديها بنسميها حقنه تفجيريه. اوكي. الجرعه ما كانتش مكافيه بالنسبه لها، او سحبنا بدري شويه، او سحبنا متاخر شويتين ثلاثه فحصل اتريزيا. فده في عليها علامات كتير. ايه اللي احنا بنعمله؟ بنعمل حاجه اسمها فراجيل اكس، تحليل كروموزوم اسمه فراجيل اكس. لو الفراجيل اكس ده في مشكله يبقى ده السيده دي معظم الاكياس بتاعتها فاضيه. هي تطلع بويضات امتى؟ الله اعلم. بنعمل عمليه الحقن المجاري مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين لحد ما نلاقي بويضات. طبعا الموضوع ده مكلف جدا. تمام كده؟ طيب لو الفراجيل اكس بتاعها كويس وبرضه بتطلع، بغير بروتوكول التنشيط وبزود الجرعه بتاعت الايه؟ بتاعت الحقن التفجيريه وبسحبها بدري سنه. يعني مثلا انا بسحب مثلا عند 34 ساعه، اخليها عند 33 32 ساعه. بدي التريجر عند 17 مللي، بلاش استنى 18 19 20، بلاش. ليه؟ كده ممكن تخش حاجه اسمها اتريزيا، البويضات بيحصل لها اتريزيا، اتريزيا بتختفي بتتحلل. خلاص كده؟ فبتدخلني في الموضوع ده، فدي بتبقى حاجه تكنيكال بقى اللي انا ايه بظبط الدنيا حسب الحلقه قدام. بس طبعا ده في الحالات الفراجيل اكس بتاعها كويس. سؤال بقى مهم قوي عن اجراءات الحقن المجهري، هل هي تفصيليه ولا بروتوكول ثابت؟ لا تفصيليه. تفصيليه. ده تفصيليه. تختلف يعني من حاله لحاله. بتفصل بدله. انا الحاله اللي عندها طبعا السن بيختلف، شكل المبيض وحجمه بيختلف، المشكله في الزوج ولا الزوجه بيختلف، السيده دي عندها تكيس على المبيض ولا ما عندهاش، عندها كيس شوكولاته ولا ما عندهاش، عندها بطانه رحم مهاجره ولا ما عندهاش، اللي بطنط الرحم بتاعتها كويسه ولا لا. لما تابعتها تبويض في الشهور اللي فاتت كانت البويضات بتاعتها بتطلع بدري ولا متاخر؟ البويضات بتاعتها بتوصل حجم كبير بدري ولا بتتاخر معايا؟ فانا بفصل التنشيط وجرعه التنشيط ونوع التنشيط حسب الحال اللي قدامي. عشان كده لو سيده جايه تقول عايز اعمل حقن مجاري الشهر الجاي، اقول لها لا يا حبيبتي ما ينفعش. الا اذا كان في ظرف قهري، سفر او حاجه. مبدئيا هدي علاج لمده شهر او اثنين، هيخلينا نتجنب بعض المشاكل اللي ما اعرفش عنها حاجه. تمام كده؟ زي جوده البويضه، بطنه رحم مهاجره مش عامله منظار، التهابات في بطنه الرحم من جوه، بطنه الرحم الدوره الدمويه بتاعته فيها مشكله، فانا بدي علاج بيحسنني لايه؟ حاجات انا مش عايز اكلفها واخليها تعملها وفي نفس الوقت بتجنبها. النقطه الثانيه كمان بتابع السيده دي مره واثنين وثلاثه وبعرف الدنيا ماشيه عامله ازاي.
هل الست دي يعني البويضات بتاعتها اصلا بتطلع ولا ما بتطلعش؟ بيكون لها فولوكلر سيست، اليوتيال سيست، الحاجات دي بتفرق معايا انا. خلاص؟ شكل المبيض في اول يوم الدوره بيفرق معايا فرق السماء والارض. لما ابدا مثلا والاقي البويضات اللي موجوده قدامي اللي هتطلع حجمها 2 3 مللي غير ما الاقيها 3 4 مللي، 3 ونص و4 مللي، بتفرق معايا في البدايه بتاعتي. الجرعه، الاستمراريه، فطبعا زي ما قلت لحضرتك بالظبط انا بفصل بدله على اللي قدامي. عندها هي 29 سنه بتعاني من بطانه الرحم المهاجره، متجوزه بقالها سنتين ما حصلش حمل. بتسال هل بطانه الرحم المهاجره هي سبب في تاخر الانجاب وايه الاساليب العلاجيه؟ من اسباب. ما هو حضرتك بطانه الرحم المهاجره دي من الحاجات اللي هي مش عايز اقول ملهاش مله. تلاقي حاله مثلا عندها والله يعني انا فعلا بستغرب كل ما اشوف حاله بطانه رحم مهاجره، يعني فعلا حرفيا عندي حاله لسه حامل من الاسبوع اللي فات، بقالها 4 سنين ما بتحملش. فانا داخل بالمنظار تشخيصي، هي جايه تعمل حقن المجاري، قلت لها لا هنعمل منظار، فتشخيصي دخلت لقيت سبوتس ساتل اندوميتريوزيس، يعني حاجات لا تذكر كده، كوتها بعد 3 شهور من المنظار حملت من غير ما ادي تنشيط كمان، يعني كان الشهر اللي ما اديتش فيه تنشيط وحملت طبيعي. في حين اللي فيه حاله ثانيه تلاقي اندوميتريوما 7 سنتي واتجوزت ثاني شهر حملت. خلاص؟ فبطانه الرحم المهاجره زي ما قلت اللي هي من الحالات اللي هي مش مرض صريح اقدر اقول اللي هو هيسبب لك تاخر الحمل، بس مجرد اكتشافه وحصل معاه التاخر في الحمل لازم يكون في تعامل. ممكن يكون في اسباب ثانيه، لازم استبعد الاسباب الثانيه، مشاكل الرحم، الانابيب، الزوج، في مليون سبب ثاني لازم استبعده، بس هو يكون معايا في المقام الاول في التشخيص وفي العلاج. خلي بالك بطانه الرحم المهاجره بتشبيه جه في دماغي دلوقتي، خده ده تبرع، هيعجبك قوي التشبيه ده. بطانه الرحم المهاجره انا في رايي انها اسد، والاسد انت ممكن تقابله في اكتر من سيتويشن، ممكن تقابل اسد في حديقه الحيوان، اسد لطيف نايم كده قاعد هادي بس اسمه اسد، بس اسمه اسد، بس مستخبي خامل ولا بيعمل اي حاجه، لا بيهش ولا بينش. ممكن تقابل اسد في غابه في كينيا، اسد اللي هو ياكلك في لمح البصر من غير ما من غير كلام، اسد شرس جدا جدا جدا. ممكن تقابل شبل صغير اسمه اسد برضه ما بيعملش حاجه، انت ممكن تحضنه وتشيله على ايدك وتمشي بيه ولا يعمل لك اي حاجه. فبطانه الرحم المهاجره فعلا ده حقيقي فعلا. It is a lion like lion like، يعني حسب سيتويشن، مش كلهم لاينز خالص، كلهم بطانه رحم مهاجره. يعني لو السيده جايه لي ومتجوزه مثلا بقى لها فتره ولقيت عندها كيس شوكولاته، ما بقولهاش تتصرف معايا اصبري 6 شهور الاول. تاخد الشانس. تاخد الشانس بتاعته. سؤالي اللي جاي، 36 سنه متجوزه من 8 سنين وبتعاني من مشكله في الدراما، لما بتتكتب في سيناريو الدراما ده معناها الست مش هتولد، عندها مشاكل في الانابيب، انسداد في الانابيب. اتفرجت على 3 4 مسلسلات لما بيحبوا يكتبوا حاجه عن ست مش هتولد، انابيب مقفول، يقول لك ايه، اصل انا عندي مشكله في الانابيب، ده خلاص هم خدوها من بعض خلاص. اسهل حاجه اللي هي اسهل حاجه. ايه الحل؟ حلول بقى. اولا لما يكون في واحده جايه له عندها انسداد في الانابيب، خلاص هو التشخيص رقم واحد بيبقى عن طريق الايه، اشعه بالصبغه. طيب ايه المحاوله اللي بعد كده؟ المحاوله كده بعد كده انا بعمل منظار مع تيوبال كانيوليشن، بحاول اسلك الانابيب بالمنظار الرحمي بمساعد المنظار الايه، منظار البطن. فشلت المحاوله، وارد ليها تفشل، علاجها ايه؟ الحقن المجاري فقط. الانبوبه ليس لها اي دور في عملية الحمل إلا التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وتكوين الجنين وانتقاله إلى الإيه؟ الرحم. هل ليه دور تاني؟ ملوش دور تاني. فعملية الحقن المجاري بتبقى أنسب في الحالات اللي زي دي، والزوجة اللي بقالها 8 سنين أنابيبها مسدودة دي مستنية إيه؟ هتسلك؟ دي بقى الحاجات اللي هي عند ربنا سبحانه وتعالى، هو كله من عند ربنا، بس دي حاجة بقى يعني مباشر إيه؟ فالحاجات اللي زي دي لو ما حصلش يبقى ما فيش امكانيه ان احنا نسلكها بالمنظار، ودي قليله برضو عشان الامانه، معظم الحاجات الحمد لله الحمد لله بيتم تسليكها بالمنظار. لو فرض بنعمل لها عمليه الحقن المجاري اللي احنا بناخد البويضه بنحقنها نحن من الحيوان المنوي وبيتكون الجنين بنزرعه في الايه؟ في الرحم. فاحنا باي باس عدينا مرحله الانبوبه دي، فعلاجها طبعا الحقن المجاري. ده بالعكس في الحاجات اللي زي دي بتبقى نسبتها افضل، لان هي ما عندهاش كوزل تاني، ما عندهاش فاكتور تاني، ما عندهاش سبب تاني، هي مشكلتها انبوبه بس، بيضها زي الفل والرحم بتاعها زي الفل، فتلاقي الدنيا عندها افضل كتير. ما الجمله التي عندما تسمعها
يعني يتراءى قدامك كده عنوان اسمه الغباء الكامل. جملة تسمعها من حد يعني ما لهاش حق، ما لهاش تفسير تاني. انا اقول الغباء مش لازم الكامل. انا بشوفها كتير برضه، اللي هي انا مش عايز اعمل حقن مجاني، انا عايز الحمل يجي طبيعي. هم اتجوزوا ناس مثلا 10 15 سنة. ده تلاقي راجل اللي بيقول الجملة دي. والله وزوجي. وساعات ستات. بس طبعا في الغالبية العظمى طبعا الرجال. انا مستنيه يحصل طبيعي. ليه بقى؟ ما هي المشكلة اللي بتحصل بعد كده يعني، او حصلت معايا في زوج ازوسبيرميا. ما عندوش حياة منوية اصلا. وجايب مراته عندها 37 سنة ومتجوزين بقالهم 14 سنة. فبقول له ليه؟ قال لي مستني تيجي طبيعي. منين يا ابني؟ طبيعي منين يا حبيبي؟ ما انت اكيد حاولت في ال 14 سنة ده بالسنة دول بالعلاج. او الحمد لله عملت لها حقن وجاري وحملت، بس انا كنت اجريسيف جدا معاه في التعامل. ما هو ده لازم يتهز جامد. يتهز مش عشانه بقى، عشان هو ينصح اللي حواليه، لان اكيد هيقابل شخص في يوم من الايام زي ده فيوصله المعلومه صح. نورت وابدعت. نور يا حبيبي. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجاري وجراحات المناظير، ماجستير الحقن المجاري من جامعه ميسينيا، ودبلومه جراحات المناظير الدقيقه وجراحات المناظير المتقدمه، وعضو الجمعيه المصريه والاوروبيه والامريكيه للخصوبه وتاخر الانجاب، كان ضيفي في واحده من ابداعاتي في الناس الحلوه. خليكم معنا سلام.